دلوقتي بمناسبة الظروف اللي احنا فيها دي عايز اعمل اجتماع على مستوى القاعدة. مستوى ايه؟ القاعدة. ايوه يعني ايه القاعدة دي بقى ولا يعني ايه؟ القاعدة. ايوه طب قولها كده انا عارفها بس قول عارف انا القاعدة اللي هو يعني لما بيبقوا في ها شيخ بلد تلاقيهم بقى يعني بيبقوا كده يعني فما بيبقوا ما انتوا هتقضينا في داهية بقى القاعدة يعني اتفضلوا اقعدوا. المنطلق الفكري بتاعنا في تفتيش الست دي لازم ينبع من احساس منعكس في الالتزام بقضايا معاصره اللي هي درع مرسي ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. علي النعمه انت بتتكلم صح يا بهجه. نعم احنا مش فاهمين اي حاجه من اللي انت بتقولها دي خالص. ما انت بالذات ما انتش فاهم لانك ما انتش قاعد كويس. انت لو قعدت كويس كلامك هيبقى على مستوى قاعدتك الكلام هتفهمه.